السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. النهاردة يوم 20 مارس 2020، بنشوف التقرير بتاع النهاردة بخصوص عدد الإصابات الجديدة وعدد الوفيات حول العالم وفي بعض الدول العربية. زي ما تشوفين كده، الجدول اللي قصادنا ده اللي أنا بجيبه من موقع worldmeters.info، وهنشوف برضو التقرير اللي أنا بعمله، الجدول اللي أنا بعمله مقارنة ما بين الحالات وإجمالي الحالات في العالم. نبتدي بهذا الجدول اللي موجود على موقع World Meters، ونشوف التقرير المجمل للنهاردة 20 مارس. النهاردة عدد الوفيات وصلت إلى 244,867 إصابة جديدة، بزيادة عن امبارح 25,522، وده وعدد الوفيات 10,030 وفاة، بزيادة 1,079 حالة وفاة. الحالات التي شفيت صار عددها 87,407، بزيادة 1,652 حالة شفاء جديدة. بالنسبة زي ما شايفين كده، الجدول ده بيورينا عدد الإصابات اللي حصل فيها، في مازال الكيرف ماشي زي ما هو، في ازدياد يومي من يوم إلى يوم، في ازدياد رأسي تقريبا مضطرد إلى أن وصل لزيادة بتاعت النهاردة، ونفس الشيء في عدد الوفيات، في ازدياد يومي، العدد متزايد بصورة يومية حتى اليوم. بالنسبة للدول وتفاصيلها، ما زالت إيطاليا هي بؤرة الفيروس في العالم. الصين واقف العدد الجديد عندها، لأن مفيش إصابات جديدة أو إصابات جديدة قليلة جدا، عند 80,928. هي 80,000 دي واقفة بقالها أكتر من 10 أيام، يعني كلها في 80,000 وكذا. إيطاليا هي اللي فعلا الحالة فيها متفاقمة جدا، وزي ما شايفين هنا قد إيه الزيادة بتاعت امبارح 5,322. يعني إيطاليا بصراحة بتعمل اللي عليها إلى حد ما، ولو إن يؤخذ عليها إنها تأخرت في البداية شوية عن إنها تبتدي الإجراءات المطلوبة. والإجراءات المطلوبة زي ما تعرفين وقلناها قبل كده، هي الاختبار على قد ما الدولة تقدر تختبر الناس بتحليل فيروس كورونا، وكورانتين الحجر الصحي، والسوشيال ديستانسينج. الحاجات دي لازم تتبع كاملة عشان نتقي انتشار الفيروس بسرعة بهذه الصورة. فما زالت إيطاليا وضعها هي تعتبر أسوأ وضع في العالم، ما زالت إيران برضو مش قادرة تتحكم في زيادات الإصابات الجديدة، وأصبحت 18,000. في بعد كده أوروبا برضو كلها، والملحوظ إن أمريكا بدأت برضو عدد الإصابات يتفاقم فيها. يشوفوا إذا كانت إيطاليا 6,322، فأمريكا بدأت تبقى تاني واحدة في عدد الإصابات الجديدة. عدد الإصابات اللي سجلت النهاردة 4,557 إصابة جديدة، وده معدل عالي جدا بالنسبة لعدد الإصابات الجديدة. كانت قبل كده فرنسا فوق أمريكا، دلوقتي بقت أمريكا فوقيها. فرنسا مازال طبعا عدد الإصابات عالي، ساوث كوريا عدد الإصابات 152، وده طبعا معدل يعتبر منخفض بالنسبة لقبل كده، كان قبل كده بيوصل برضو الإصابات عالية 400 و500 و1000. وبريطانيا وصلت عدد الإصابات 3,000 وكسر. بقيت الدول العام نفس الشيء، بقيت الدول كلها فيها إصابات جديدة، كل الدول فيها إصابات جديدة. بالنسبة للدول العربية، ما زالت قطر أكتر دولة في عدد إجمالي الإصابات، وما زال فيها إصابات بتحصل جديدة، مع ان قطر دولة صغيرة، يعني وقفلت حدودها وقفلت، مش عارف، دولة صغيرة جدا، من السهل التحكم او يعني من سهل غلق وبعدين دولة غنية، يعني مش عارف يعني ليه قطر ما بتعملش اختبار. ممكن المشكلة انها تجيب الاختبار منين، بس متهيألي يعني مش عارف، ده قطر كلها مليون واحد، بس هي اكيد الحكومة هناك بتعمل اللي عليها يعني حسب الامكانيات المتاحة لديها. في جديد في قطر زي ما قلنا، في زيادة 2، بقى عدد الإصابات 460. بعد قطر ما زالت يمكن البحرين كانت هي اللي بعد قطر. البحرين 200 278، في زيادة 22 حالة.
السعوديه نطت نطه برضو جامده، بقت 700 بقت 274 بزياده 36 حاله. وبعديها مصر 256 زادت امبارح 46 حاله في مصر جديده، فبدات عدد الحالات 256. هو طبعا ما زالت مصر سايبه شويه، يعني النهارده قاري اخبار ان لسه السياح هنا وهنا، بس دول ممكن يكونوا موجودين لسه من الناس اللي ما خلصوش البرنامج السياحي بتاعهم، لكن هتغلق من اليوم المطارات بتاعت مصر وهيتمنع بقى ما فيش حد يدخلها. 256 حالة الجديد فيها 46 حالة، عدد الوفيات وصل إلى 7 في حالة وفاة زيادة. عندنا هنا في الفلبين 217 حالة، في 15 حالة جديدة اتسجلت وعدد الوفيات 17. يعني زي ما تقول حزين، عدد الوفيات في البلاد اللي زي الفلبين ومصر إلى نسبتها عالية شوية، يعني مصر توصل كده 3.5%، الفلبين عالية بصراحة يعني يمكن توصل كده حدود 8%. وبعد كده البلاد الأخرى، شوف العراق نسبة الوفاة دي الحالات الجديدة 28 والوفيات 13، 13 دي تعني يمكن 10% المورتاليتي ريت اللي هو عدد نسبة الوفيات من المصابين. وهكذا بقيت الدول كلها تقريبا، معظم دول العالم فيها حاليا إصابات، مفيش دولة مفيهاش إصابات، هي الدول دي كلها إصابات محدودة، لكن طبعا معظمها ظروفها الاقتصادية محدودة جدا، يعني لو المرض تفشى فيها هتبقى مشكلة عويصة وصعبة، صعب جدا حلها بالنسبة لها. وربنا يسر إن شاء الله وهو المستعان، ونتعشم ان برضو في الايام القادمه نسمع اخبار احسن، لان في اخبار حول العالم تعتبر الى حد ما جيده من ناحيه العقارات اللي لقوا ان ليها تاثير على الفيروس بتاع كورونا مثل عقارات الملاريا، لكن للاسف برضو الناس زي المجانين اتسحبت العقارات دي من الصيدليات، خلي الناس بقى تاخدها كده بالبركه ويحصل لهم اللي يحصل لهم، مش عارف يعني ده في الدنيا كلها، في مصر وفي الفلبين وفي أوروبا الناس عندها هلع، لسه العقار ما لم يختبر، يا ترى في حالة الفيروس فيروس كورونا هتبقى مفيدة ولا لا، ويا ترى ما هو ممكن، أول حاجة لازم نستنى النتائج، لأن أول حاجة ممكن ما تكونش مفيدة، ماشي يبقى كذا عرضنا نفسنا للمضاعفات بتاعت العقار بدون فايدة. تاني حاجة مش عارفين لسه في حالة فيروس كورونا العقار ده ممكن يكون مضر أكتر من لما بتستخدمه في حالة ملاريا، نصبر لحد ما تقول الدراسات اللي بيعملوها يومين ثلاثة أربعة إيه اللي هيحصل، ماشي الناس بتاخدها تخزنها، وهل هل ده التعاون؟ يعني نفترض إن ثبت فعاليته، طب المصابين هيجيبوه منين؟ أما أنت يا سليم رحت جبت العلاج وخزنته في بيتك، طب المصاب بقى هيعمل ايه لو افترضنا انه العلاج طلع فعلا فعال؟ يعني مش معقولة، فين التعاون؟ فين التعاون؟ هو كل يعني انتوا خايفين من الموت ولا خايفين من المرض؟ ما كلنا هنموت، ما فيش مش يعني الموت لا نخاف منه، نخاف منه ليه؟ انت ربنا كرمك وراجل صحيح، ليه تروح تشتري الادويه؟ يعني انت بتفول على نفسك يعني عشمان انك تصاب بالمرض عشان كده بتخزن الدواء؟ سيب الدواء موجود في الصيدليات، اذا ثبت فعاليته يبقى متاح للمرضى. يلا ربنا يهدي الجميع ان شاء الله، ونشوفكم ان شاء الله على كل خير في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.